بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة تغيير كلمة السر الخاصة بالدخول إلى إعدادات مودم 4G لاتصالات الجزائر. فلو تركت هذه الكلمة وكلمة السر على حالها، فربما أي شخص من المتواجدين ضمن الشبكة بإمكانه الدخول إلى إعدادات المودم وحتى تغيير كلمة سر الويفي ويعمل ما يشاء في إعدادات المودم وفي المودم. وعليه فعليك أن تقوم بتغيير هذه الكلمة وتغيير كلمة السر الخاصة بالدخول إلى إعدادات المودم إن كنت المالك لهذا المودم، حيث سوف تتمكن من الدخول الإعدادات طبعا لمفردك. وعند توجهك مثلا إلى اتصالات الجزائر على اعتبار أنك سوف تعالج مشكل في المودم أو غير ذلك، فسوف تمنحهم كلمة السر الخاصة بالدخول إلى إعدادات المودم. وسوف أقوم في فيديوهات مقبلة شرح طريقة استعادة كلمة السر إلى حالتها الطبيعية في حين نسيتها. فلنبتدئ الشرح. أول شيء نقوم به هو التوجه إلى جوجل كروم، وكالعادة نقوم بكتابة 192.168.1.8.1، وهو الاي بي الخاص بمودم 4G لاتصالات الجزائر. نقوم بالضغط على انتر، وبعد ضغطنا على انتر ننتظر قليلا إلى حين ما يتم الدخول إلى إعدادات المودم. نقوم بالتوجه إلى بارامتر، وبعد توجهنا إلى بارامتر تنطبق لنا صفحة بهذا الشكل. نقوم بإدخال نود تيليزاتور إلى مود باس أو كلمة سر واسم المستخدم. نقوم بكتابة أدمن، وفي كلمة السر نقوم بكتابة أدمن، وهي الافتراضية لاتصالات لمودم 4G لاتصالات الجزائر. ومن ثم نقوم بالضغط على أوكي أو موافق. هذه العلبة مفادها أن كلمة السر ضعيفة، ويمكنك مباشرة الضغط من هنا ومضي فيه. ولكن سوف نقوم بالضغط على بليتارد ليس الآن، وندخل إلى إعدادات المودم. طبعا لأريكم طريقة تغيير كلمة السر من الإعدادات. طبعا تتوجه إلى سيستم، نقوم بالضغط على سيستم، وبعد ضغطنا على سيستم نقوم بالضغط على موديفي لمود باس. نقوم بالضغط على موديفي لمود باس، وبعد ضغطنا الى موديفي لمود باس تنبثق لنا نافذة بهذا الشكل. في هذه النافذة نقوم بادخال كلمة السر الحالية او مود باس اكتيال، وهي كلمة السر الحالية تقوم بادخالها في حالتك انت تقوم بادخال كلمة ادمن. وبعد كتابتك لكلمة ادمن نقوم بكتابة نوفو مودو باس، ومن ثم تقوم بكتابة كلمة السر التي تناسبك. وبعد كتابتك لكلمة السر التي تناسبك طبعا هنا كومبلكسيتي لمودو باس أو قوة كلمة المرور. هنا كل ما تكتب كلمة المرور تعطيك هل هي قوية أو ضعيفة وغير ذلك. وفي هذه الكونفيرمي لمودو باس أو كونفيرمي نوفو مودو باس تقوم بتكرار كلمة السر التي كتبتها في البداية في كلمة السر الجديدة. تقوم بتأكيد كلمة السر الجديدة هنا، ومن ثم تقوم بالتوجه لأسفل، ومن ثم تقوم بالضغط على أبليكي. بعد ضغطك إلى أبليكي سوف يتم حفظ الإعدادات، ومن ثم الخروج إلى هذه الصفحة. طبعا ابتداء من اللحظة سوف يتم مطالبتك باسم المستخدم ألا وهو أدمن، وكلمة السر سوف تدخل كلمة السر الجديدة. إلى هنا ينتهي الشرح. أرجو أن يستفيد الجميع، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمن لم يشترك، وتفعيل
زر أصلي يصلكم جديد فيديوهاتنا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.